السلام عليكم ورحمة الله. قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة المدينة التي يخرج منها نبي آخر الزمان. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة المكتوبة عندهم في كتبهم، فقال له: أنت محمد؟ فقال: نعم. وأنت أحمد؟ فقال: أنا محمد وأحمد. فقال له: فإنا نسألك عن شيء، فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال: اسألا. فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأسلم الرجلان وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. شهد الله وبين وأعلم أنه المتفرد بالألوهية وأنه لا معبود بحق سواه. وشهادة الله نوعان: شهادة قولية وشهادة فعلية. شهادة قولية كما في الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكما في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي. وشهادة فعلية بالأدلة الكونية والأدلة العقلية وبالحجج والبراهين الدالة على وحدانيته وبنصره لأهل التوحيد على المشركين والجاحدين المنكرين كآل فرعون وقوم عاد وثمود. وشهدت الملائكة وأقرت أنه لا إله إلا الله. وشهد وأقر أولو أصحاب العلم أنه لا إله إلا الله. وأولو العلم هم الأنبياء والرسل والمؤمنون في كل زمان ومكان. شهدوا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، فعبدوه حق العبادة وأطاعوه حق الطاعة، قائما بالقسط والعدل في أفعاله وتدبيره بين عباده، حتى مع الكافر الجاحد والمنكر لا يحرمه من عطاء الربوبية. وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، والذي لا يغلب ولا يغالب. الحكيم في أقواله وأفعاله، في تدبيره، في شرعه وقدره. فعزة الله مصحوبة بحكمته. جزاكم الله خيرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله